أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن التكاتف بين القيادات وشعوبها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكنت الدول الخليجية من مواجهة تحدي جائحة كورونا واتخاذ الإجراءات والخطط والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الأرواح وإطلاق مبادرات اقتصادية ومالية واجتماعية أسهمت في دعم ومساندة فئات المجتمع لتقدم نموذجا متميزا في حسن الإدارة والتخطيط. جاء ذلك ضمن كلمة معاليها في الاجتماع الدوري 13 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عن بعد بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وخلال الاجتماع نقلت معالي رئيسة مجلس النواب تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وترحيب جلالته لاستضافة مملكة البحرين اجتماع المجالس التشريعية الخليجية القادم. وفي كلمتها أكدت معاليها أن جائحة كورونا هي التحدي الأبرز الذي يواجهه العالم الآن، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاملت بكفاءة وأظهرت دورها الإنساني والحضاري والوطني في التعاطي مع تداعيات وآثار هذا الوباء، ونوهت إلى ضرورة السعي خلال هذه المرحلة نحو مزيد من التعاون والتنسيق المشترك والمعززة لقدرة الدول الخليجية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي أنجزتها عبر عقود، ومن خلال مزيد من التفاهم والتماسك في مواجهة مختلف التحديات، مؤكدة معاليها أن القلوب الصادقة والنواب المخلصة والإرادة الخليجية والتطلعات المستقبلية ستظل متقاربة ومتلاحمة ومتكافئة لتطلعات تحقيق ما تصبو له دول وشعوب الخليج من مستقبل أفضل على كافة المستويات. وذكرت رئيسة مجلس النواب أنه مع استمرار الجائحة أن المرحلة المقبلة تفرض على الدول الخليجية حكومات ومجالس تشريعية وشعوب العمل بآليات جديدة مع هذا الواقع بظروفه، وأن يكون الجميع أكثر استعدادا للمستقبل بتوقعاته، الأمر الذي يستوجب أن تعزز من الإمكانيات والقدرات التشريعية والرقابية وبذل مزيد من الجهد لتقوية وحدة الصف والتماسك المجتمعي.